We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. I guess this is the beginning of the main session on... لنبدأ الجلسة الرئيسية. And basically I was actually looking for... وموضوعها مهم جدا. Sorry, this very much took me by surprise. آسفة. I was looking for Suki, Suki Hyun to start us. And still getting used to the screen, and I see أن أطلب من سوكي أن يبدأ الجلسة هو وهي الجلسة العامة التي تخص التعاون الرقمي ومستقبله. السؤال هو إلى أين نصل إلى أين وصلنا وإلى أين نتجه. فأعطي الصوت لسوك. شكرا وأحييكم من ألمانيا. أتمنى أن صوتي مسموع. أرحب بجميع المشاركين. أجمل الترحيب. الجلسة تخص التعاون الرقمي في القمة الرقمية. وقبل أن أبدأ أعرفكم على المشاركين ورئيسة الجلسة عفري. شكرا لك بأنك توليت من وظيفة الإشراف على هذا النقاش. قدم لكم جون بول آدام المدير مدير الشؤون التكنولوجيا والتغيرات المناخية في لجنة الأمم المتحدة لشؤون إفريقيا. ويند سيرف معنا أيضا نائب الرئيس وكبير المختصين لشؤون الترويج في شركة جوجل. راول الشبرية معنا وجاستين فير كبير المستشارين لسياسات السايبر والرقم والسياسة الرقمية في وزارة الخارجية الأمريكية. لدينا ميلتون ميلر الذي سينضم إلينا بعد قليل لأنه ما زال في جلسة أخرى، ولكن بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة سينضم إلينا. هو أستاذ في جورجيا إنستيتيوت أوف تكنولوجي. معنا نينان واكانما المسؤولة عن ويب فاونديشن وورلد وايد ويب فاونديشن، وكذلك معنا ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو المندوبة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التكنولوجيا والتي لديها خبرة ومعرفة واسعة في هذا المجال. أفري دوريا هي مشرفتنا على النقاش من وهي عضو مجلس الإدارة في منظمة آيكان. وأشجعكم على المشاركة في النقاش وفي الشات. سوف أنشر سير ذاتية مختصرة للمشاركين. وقبل أن ندخل في التفاصيل أرجو من الجميع أن يختصروا في الحديث على دقيقتين أو ثلاثة. ولدينا ثلاثة أسئلة نسألها لكل واحد، لذلك أرجو الاقتداء في الحديث. منذ البداية بداية القمة كانت قمم الاي جي اف تركز على التعاون الرقمي، وكنا دائما نشير إلى ذلك وباستمرار، لكن الأمور تتغير وواقعنا يتغير، فالإنترنت كذلك. فيجب أن نعدل نحن من الصيغة الرقمية لدينا. لذلك عن التعاون الرقمي سوف نتحدث. وأمس مريم أثناء حفل الافتتاح تم تذكيرنا بذلك. الاي جي اف منذ سنوات موجود، كذلك فريق ماغ الاستشاري وضع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالاتجاه الذي يجب أن نسير
فيه في تعاوننا الرقمي، ولكن نحن علينا أن ننظر في التفاصيل كيف يمكن لفريق ماغ ونحن أن نتعاون ضمانا لتنمية هذه المبادرات. وسوف نستمع إلى مختلف وجهات النظر ومختلف المنظورات، وسوف نعطي الصوت للخبراء الذين وجزئيا سوف وكليا سوف ينظرون إلى هذا الموضوع. فينت سيرف، أرجو منه أن يبدأ ويزيدنا معرفة إلى أين نتجه من حيث التعاون الرقمي. شكرا. أود في البداية أن أقول أن الإنترنت هو فضاء تم اختراعها لكي تكون عالمية، لذلك فيه كثير من الصفات الجمعية، ومثلا المناخ، الفضاء الخارجي، هناك أشياء كثيرة. لذلك يجب علينا أن نتصور شيء عام يجمعنا كله ونستفيد منه، وكذلك سيكون الاستفادة من الإنترنت هو يحقق لنا أهداف النمو المستدام. إذن التعاون الرقمي هي من قبل الأمين العام من البداية تلقى برعايته واهتمامه. هناك الكثير من الأصوات التي تشارك في هذه النقاش العالمي حول الموضوع، بعضهم يطالبون بأن تكون هناك سياسة تجزئ الإنترنت، ولكن هذا سيجعل وصوله وشموليته محدودة. وهناك أيضا السيطرة على البيانات بحجة الحماية، ولكن فلنتذكر أن نستطيع حمايتها وليس فقط تجزئة الإنترنت كإحدى أساليب حماية البيانات. هناك حلول عديدة على مستويات مختلفة من البنية التحتية، منها تتعلق بتحديد الصوت، تحديد الاسم، أو إيجاد مصداقية المستخدم. إذن عملية توارد المعلومات والبيانات في الشبكة العالمية الإنترنتية يجب أن تعتمد على تعاون مشترك، وهذا التعاون مهم، خاصة أنها كانت مهمة وأعطت نتائج جيدة خلال جائحة كوفيد. إذن هناك أيضا اهتمامات مشتركة تتعلق بالأمانة السيبرانية للشبكة، فهناك الأساليب عديدة أيضا لملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الإنترنت، وهناك أساليب عديدة أيضا لحماية المستخدمين. إذا أيضا ممكن أن من تقوم بهجومات من على الشبكة من نوع SDG، فإذا هذه الأساليب كما قلت متعددة جدا من أجل الحفاظ على أمان الشبكة. شكرا جزيلا. الآن أطلب أن أليكس شيل، شكرا على الدعوة، أنا سعيدة بأن سأعطيكم وجهة نظري. كل المبادرات الرقمية التي منفذة من قبلنا تندرج في برنامج الأمين العام للأمم المتحدة في مجال التعاون الرقمي. إذا نقدر جدا هذا التعاطي متعدد المستويات في الموضوع، وأن خطة العمل يجب أن تكون عالمية وأن تخص بما يخص عملنا نحن، فنحن نتحدث مع الرأي العام وننفذ عدة مبادرات
نتعاون مع الاتحاد العالمي للاتصالات وكيانات أخرى وننفذ برنامجنا الذي يسمح بتنسيق أفضل في إطار الأمم المتحدة. ولدي أمل أن مؤسسات أخرى خارج عائلة الأمم المتحدة يمكن أن تأخذ هذه الإيحاءات التي تصدر عنا وتساعدهم في العمل من أجل التعاون. يجب أن نتأكد أن هذا البرنامج هو جهاز، هو أداة للتعاون. يجب أن يكون شفاف، يجب أن يكون عام لكي نعرف ماذا نفعل، ويمكن أن يكون هناك جهود مختلفة مثلا في أفريقيا والاتحاد الأوروبي. هناك عدة مشاريع، وهذا التعاون الرقمي ليس منسق بين الجميع ولكنه حاصل. لذلك ما نتطلبه هو مؤسسات قوية لديها ثروة كبيرة في مجال شمولية هذا الرقم. يجب أن نربي في أنفسنا أيضا طريقة لقبول واستفادة من آراء الآخرين. لكي نقوم بحوكمة الإنترنت يجب أن بتنسيق معايير مشتركة وتقارير مشتركة. شكرا. We need a lot more cooperation when we're talking about digital cooperation and a roadmap to cooperation. شكرا على أنك ذكرت بأن يجب أن نسعى إلى تعاون أوثق ضمانا للتحقيق العملي للأهداف المرجوة. معنا هنا للمسرح السيدة نانا، ونريد أن تعلق على كيف تنظر إلى برنامج الأمين الأمن المتحدة لتعاون وثيق في المجال الرقمي. شكرا. أنا سوف لا أقرأ ما كتبته في لخطابي، ولكن سوف أتحدث من عمق قلبي. أشكر البداية لكل المشاركين في هذه الجلسة ومن يتصلون فينا من عن بعد من الساحل الغربي والشرقي من الولايات المتحدة، وهناك الفجر والصباح الباكر. أنت يا أفري معنا منذ البداية، وأنا أيضا منذ بداية هذه القمم أنظر إلى هذه المبادرات. وأيضا قبل سنوات شاركت في قمة المجتمع المدني، أتمنى أن صوتي مسموع أفضل. اليوم التاريخ 8 ديسمبر كانون الأول، وورانا طريق بعيد ومشوار طويل. كل بدأ أثناء قمة المجتمع الرقمي قبل سنوات عندما بدأنا الحديث عن التضامن الرقمي، ومنذ 16 عاما بدأنا الحديث والعمل عن التعاون الرقمي. كلها كانت مبادرات عالمية النطاق وأيضا على الصعيد الوطني. نحن في منظمتنا نحاول التحقيق ونساهم مساهماتنا في برنامج التعاون الأوثق في المجال الرقمي لإدراج الأجندة الخاصة بنا بشكل مشترك. إن التعاون الرقمي ليس إلا جانبا من الجوانب الواسعة النطاق لهذا النظام الرقمي الشامل. وأنا سعيد أن فينت سيرف قد تحدث قبلي وأشار إلى هذا النظام الرقمي الشامل.
يشهد الكثير من العمل والتحرك كجزء من خارطة الطريق في سبيل تحقيق التعاون الرقمي. خارطة الطريق هذا تعتمد على بعض الدعائم المحددة، ولكنها لا تعالج كل المسائل وفقط بعضها. ولا ننسى أن الأمم المتحدة لا تنخرط فقط في تلك المجالات التي تعجز فيها الدول الفردية العمل عليها وحدها. ونحن سعداء أن هذا البرنامج خريطة الطريق تكون موجودة معنا، وعملنا في الماضي على خريطة الطريق لشؤون الاتصالات الدولية. الكثير من الجوانب تم تجنبها للأسف في هذه الوثيقة. هناك بعض النواقص والقصور، ولكنني أود أن أهنئ لكل من انخرط في عمله في هذا السبيل، لأن الإنترنت تم إنشاؤه وتصميمه لكي يكون متاحا للجميع، كل الناس في العالم، وأن يشغل في مصلحة الإنسانية. لذلك منظمتي أنا The Web Foundation ترتكز وتستند على هذا التعاون الرقمي. إن كنت السادة تريدون أن تعرفوا كيف يعمل التعاون الرقمي بالفعل، فأرجو أن تنظروا إلي. أنا امرأة أنضم إلى الجنوب العالم، وأنا أمثل هذه المنطقة وأتحدث يوميا في هذا المنتدى، وأريد أن أضمن أن يكون الصوت الجميع مسموعا. أي خطة يتم تحقيقها أنا سوف أنخرط فيه، وهذا التزامي والتزام منظماتنا. نريد أن يكون الإنترنت متاحا للجميع، وأنا هنا لضمان ذلك. شكرا جزيلا. أظن أن هذا سيكون إجابة أيقونية. هكذا يجب أن يكون التعاون الرقمي. ندخل المتحدث الثاني هو جاستن. صباح الخير. عندي مهمة صعبة الآن بعد الذي قيل قبلي. أنا سعيد بنفس الوقت أن أكون معكم، وهذا هي لحظة جيدة من أجل الحديث بشكل عالمي. أنا تعاون مع وزارة الخارجية، وبخلال عملنا نحاول أن نقوم بإنشاء هيكلية في العمل بالشبكة. نتعاون من أجل الأمن السيبراني وأمن الشبكات في مجال الدبلوماسي. أقول أن التعاون العالمي الرقمي والذي هي متجذرة بشكل شمولي هي مهمة وضرورية، لأن التقنيات الرقمية والإنترنت ستكون المحرك التبدلات إلى الأحسن في العالم. ومن المهم أيضا علينا أن نقوم بشكل مشترك في إنفاذ القوانين التي تخدم ذلك. في العام الماضي تعاوننا مع الاتحاد الدولي للاتصالات الذي نشر تقريرا حول الاتصالات الدولية. تضمن هذا التقرير مخاوف بأن الاتصالات العالمية لا تغطي كافة أنحاء العالم، وهناك أعضاء في هيئة الأمم المتحدة أيضا أبدت مخاوفها ووقعت على ما احترام حقوق الإنسان في الشبكة وملاحقة المجرمين في الأمن السيبراني. لدينا إذن كثير من الشركاء
إذا نحن على مستوى وطني أو مستوى إقليمي أو عالمي مع الشركات ومع غيرها مع المنظمات غير الحكومية نتعاون من أجل رقميا. فإذا ما زالت هناك مساحات للتركيز على هذا التعاون، فماذا يمكننا أن نفعل أفضل في أفضل استخدام طاقة هذا العمل والجهود التي تقدمها منظمات مختلفة؟ إذا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يضع إطارا واسعا ويحفز على مضاعفة الجهود في مجال وصول أكثر في كافة أنحاء العالم وشمولية في العالم مع الحفاظ على حقوق الإنسان وحريته، وأن تكون هذه هنا دور مركزي من عدة سنوات يلعب منتدى حوكمة الإنترنت. هنا أشكركم وأستمع إلى الجميع التعليقات الأخرى. شكرا على هذا التعليق. وصوت آخر وأخير في هذا الجزء من الجلسة، صوت من أنيتا غورومورتي. بالفعل لا نستطيع رفض هذه المعايير القياسية التي وضعها الأمين العام في خطته فيما يخص الشمولية. نحن نوافق جميعا مع هذه التوصيات، ولكن ما زالت هناك مشكلة كبيرة تتمثل في عدم ضمان الوصول لكل سكان العالم. في 2018 الأمين العام وضع أيضا منصات أو هيئات رفيعة المستوى للحديث عن تشكيل الفضاء الرقمي، ومن أهداف هذه الهيئات السامية كانت التعاون المتعدد الأطراف. التعاون المتعدد الأطراف ممكن بفضل الثقة المتبادلة وأيضا بفضل الدعم المالي المناسب. ولذلك لكي لا ننسى أن التعاون العابر للحدود في مجال تعزيز التعاون الرقمي له قدرة كبيرة، ولا ننسى أن المواطنين لديهم حقوق محددة ومن بينها الحق في تقديم الطلبات. ونحن أيضا علينا إلى أهمية قصوى لمسؤولية المنصات ووضع قوانين ولوائح محددة. المقترحات المعروضة في خريطة الطريق للأمين العام لا تعرف بشكل كافي آليات هذا التعاون، لذلك نحن نقترح أن يتم إنشاء هيئة رفيعة المستوى تفرض أكثر من الالتزامات الملموسة المحددة وأكثر تفصيلا، وتحدد الدعم المالي للمنظمات المعنية في إدراج اللوائح القانونية في المجال الرقمي. رؤية الأمين العام تم إدراجها أيضا في وثيقة Global Digital Compact، الاتفاقية الرقمية العالمية، فنقرأ فيها أننا يجب علينا دعم الإدارة عالية الإدارة بالموارد الرقمية العالمية. ولكن هذه الوثيقة لا تتضمن توصيات تخص الاتفاقيات الدولية، ويبدو أن
فيما يخص هذه الثروات الرقمية العالمية، فنحن نحتاج إلى هذه اللوائح القانونية، ونحن دهشنا بأن هذه التعليمات غير موجودة، ونريد أن نتجه، لا نريد أن تتجه هذه الجهود إلى انفصام عالمي آخر. فيجب أن تتمحور هذه الجهود حول القادة السياسيين وصناع القرار، ويتعلق بالتزامات محددة. نريد أن محادثاتنا في موضوع التعاون والشمولية تعكسها الوثائق القانونية الجديدة تحت مظلة الأمم المتحدة، وتتبناها دول العالم. شكرا على هذا التعليق، وأنا سعيد بأن هناك أصوات دعم وتأييد، وهناك أصوات الأشخاص من في نفس الطريق، هناك أيضا أصوات النقد. هذا يزيد من تنوع هذه الجلسة. الآن أعطي الصوت لجان بول آدم. كما يرى السادة أن التقنيات هي تحدي كبير، رغم أننا نلتقي هنا بشكل عادي في كاتوفيتسا. سأتحدث من منظور اللجنة الاقتصادية لدول أفريقيا في الأمم المتحدة، ويجب علي أن أقول أنه للأسف الشديد يجب أن نعترف بأن حوكمة الإنترنت في أفريقيا هو ليس شيئا ضمن قيادة محددة، أي أننا نخطط لذلك في العديد من دول أفريقيا. ليس بإمكاننا فعل الكثير خلال خريطة الطريق الجديدة التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة. يمكن أن نغير ذلك ونصل إلى تقدم ما، ونصل إلى وصول كبير في أفريقيا، لأنه ما موجود في أفريقيا هو أقل من نصف ما هو موجود في العالم. إذن بعض الدول تعمق هذه الهوة. إذن علينا أن نستخدم التقنيات الحديثة. لذلك التعاون الدولي مهم جدا في شمولية الإنترنت ووصوله إلى الجميع، خاصة إذا لم يكن مكلفا كثيرا. تحسين البنى التحتية، المؤهلات الرقمية، إنفاذ الأطر والضوابط العادلة والآمنة في استخدام الإنترنت. أما بالنسبة لعملنا كعمل اللجنة الاقتصادية لشؤون الدول الأفريقية، فأستطيع أن أقول أننا قررنا جلسة ومحور خاص للتعاون الرقمي، وهدفه هو إنفاذ الاستراتيجية الرقمية لأفريقيا. نتعاون في هذا المجال مع التحولات مع منظمات محلية وإقليمية، ونود أن نضع بنية تحتية مفتاحية لكي تكون هذا التعاون الرقمي ممكنا. أيضا لجنتنا قررت بإنشاء جمعية باسم كاشن لاينز التي تقوم بتعميم الأمثلة الجيدة. فمثلا التجارة في الإنترنت، فهناك أساليب جديدة أيضا حسب القضية الدفع مثلا في الإنترنت. نريد أن تنخرط في هذا التعاون في أطر جديدة ضابطة لجان أخرى. إن لجنتنا تسعى
أيضا لمناقشة حول موضوع تطوير برامج المدارس وخاصة بمبادرات منظمة Girls and Code أي الفتيات تكتب رمزا وهي منظمة جديدة ضمن النساء والبنات. نحاول أيضا تطوير منصة تتعلق بجائحة كوفيد-19 مرتبطة بكل التحديات التي تضع هذه الجائحة أمامنا في مجال مثلا شراء الأدوية في مجال نتعاون أيضا في هذا المجال مع منتجي الأدوية. نريد أن نخلق إمكانيات جديدة من شراء الأدوية والمنتجات الصيدلانية والطبية. نتحدث هنا عن تبادل تجاري على مستوى 70 مليون دولار أي أشياء تتعلق بالأدوية فقط. بالنسبة للنتائج أريد أن أقول أن التعاون الرقمي يجب أن نمتن عمل الحكومات المحلية في هذا المجال ويجب أن نجعلها منخرطة في إنشاء منصات الإدارة الإلكترونية في الإدارة والدوائر الرسمية العامة. With the IGF since before there was one. So please, Raul. Well, I'm going to be there.
المال ويجب أن نحصل نتائج شبه نهائية وحتى لو كانت صغيرة. طبعا هذا النموذج المتعدد الأطراف يبقى أساسا في كل الحلول، لأن بفضله نستطيع أن نأخذ بعين الاعتبار الاعتبار الجغرافية الشاملة للتعاون ونستعين إلى الخبرة الخبراء من مختلف العلوم والمعرفة، لأن هدفنا المرجو هو خلق عالم أفضل. فهذا تنمية وتحقيقا للتنمية الاجتماعية whether there have been any comments in the chat or such that you want to bring out. Thank you. There was one question on how does the SG see the links between the Global Digital Compact and the role of the TE's office and the IGF other relevant processes? What is will be the role of the TE's office with the Global Digital Compact? But I suggest that we maybe الرقمي هو الآليات التي تدور في منتدى حوكمة الإنترنت، وما دور مثل هذه اتفاق. لا أدري إذا كان هذا سؤال مناسبا الآن أو فيما بعد للإجابة عليه. أنا أود لست أفضل مشرف لأجل الانضباط في الوقت، لذلك ساعدوني في ذلك. أريد أن أعطي الصوت إلى ماري فرانشيس، ولكن الآن أنا فقط أود أن أجيب على ما قاله راول. لديه ملاحظات قيمة. أريد أن أؤكد أن بالنسبة لي أكثر الجلسات المفيدة في المنتدى هي تلك التي شارك فيها صناع القرار، لأن دورهم مهم فهم يضعون الضوابط. طبعا لدينا أيضا جلسة للبرلمانيين ولصناع القرار. شكرا على أعطي الآن الصوت للسو لاختتام هذا ما قيل. شكرا لك لأنني سمعت هذه الملاحظات القيمة. أحاول أن جزء منها نتفهمه، أن منتدى حوكمة الإنترنت هو حدث مهم، لذلك يجب أن نفكر ما الذي نتوخاه من هذا التفاهم الرقمي. كم وقت؟ إذن عندي 4 دقائق، إذن ستكفي تماما لكي أقدم خاتمة مكثفة. أود فقط أن أذكر جميع أن السنة الماضية كان لدينا الذكرى 25 لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة. كانت ما هي الرؤية لهيئة الأمم المتحدة؟ حوالي 1,000,000 شخص أجاب عن الاستبيانات. كان علينا أن نحلل تلك الإجابات كلها والاستبيانات. وعلى أساس ذلك قمنا بوضع وثيقة تبين تسمى إعلانا ختاميا للذكرى 25، يقول أحد الفقرات أن الأمم المتحدة يجب عليها أن توفر وصول آمن بعد رقمي للجميع، أي هذا البعد الرقمي يجب أن يكون متاح للجميع، وكل المعنيين يجب أن يكون
لهم دور في إنشاء مثل هذا. إذن أن يكون هناك دور للجميع تشارك فيه كل الأمور في هذا. وهذا يخص إذن أريد أن أؤكد أن الأمم المتحدة هي تسمح بعمل واسع مشترك. كذلك الأمين العام حضر وجهز تقريرا سمي ب Our Common Agenda، أجندتنا المشتركة، وتم طرحها في سبتمبر الماضي، وتضمن الوثيقة 90 مقترحا واسع النطاق لمختلف أبعاد الأمم المتحدة. وهذا العمل قد أنجز الكثير من العمل قد أنجزت، وتحدث المشاركون عن العمل الرقمي، ولكن ليس هو إلا أداة رقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي مهمة مستقبلا. الإنترنت هو مورد وخير مشترك، وكل منا يجب أن يساهم في تنميته، ونحتاج إلى مقاربة متعددة الاتجاهات واتفاقا أوسع. وهو Global Digital Compact، واتفاقية العالمية الرقمية، وتم التوقيع عليها من قبل الوكيل العام، وهو اقترح أن نقوم بإعداد حل وسط يشمل بعض الأساسات الرئيسية ومكتب المندوب الخاص لشؤون التقنية. سوف ينسق هذا التمهيد الذي سيشمل تحليلا لكل المساهمات، مساهمات المندوبين ذلك. لذلك كما ذكرت، هذه الأجندة المشتركة تضم بعض الأوجه والجوانب العامة، مثل الوصول العام إلى الإنترنت، ونريد تجنب تجزؤ الإنترنت وحماية البيانات، ونريد حماية حقوق الناس في الفضاء الرقمي على نفس مستوى قناة الأونلاين، ونريد أيضا ضمان المساءلة، مساءلة الأطراف الناشرة للمحتويات في الإنترنت، ومكافحة الجرائم الإلكترونية أو في الفضاء الرقمي. كل ذلك مفهوم. المسائل ليست بسهلة، ولكن نعلم بأن علينا تحقيق أهدافنا، ونتمنى أن ننجح في ذلك استفادة واستعانة بالمنصات المتاحة، ومنها قمة الاي جي اف الرقمية، منتدى حوكمة الإنترنت الذي له طابع متعدد الأطراف والشامل، يشكل منصة ممتازة للاستفادة من كل هذه الأدوات تحقيقا لأهدافنا. وهنا أتوقف، وأتمنى أننا كنا قد خلصنا هذه الأقوال بشكل موجز. من سيتحدث الآن في أو نقطة جلستنا هي سؤال. سأسأل بنت ومنا، وهذا السؤال: هل ترون أن هذا الاتفاق الدولي الرقمي سيكون له تأثير إيجابي؟ هل سيعطي نتائج؟ هل يعطي أي نتيجة؟ هل سيؤثر على تشكيل وترويج للتعاون الرقمي؟ وهل سيكون له قيمة؟ إذن لمتحدثين اثنين، وأرجو جوابا منكما عنه. بنت، أنا متفائل بطبعي، وأعتقد أنه يجب علينا أن نحافظ على بعض قيم
وإذا أردنا أن يكون الإنترنت نظاما مفيدا للجميع فيجب أن نحمي هذه القيم، وفقط باستخدام هذه القيم نستطيع أن نحلم بإنترنت منفتح وآمن للجميع، وسيسمح للجميع استخدام طاقاتهم فيه. بهذه الروح يجب أن نعمل، ويجب أن لا نهمل بعض المشاكل وبأنها ستحل لوحدها. نفس السؤال لك، أعتقد أن الاتفاق الدولي الرقمي سيكون مملا. أغلب أعمال الأمم المتحدة لها هذا الشكل الممل، ولكن هذا فقط على الهامش، ولكن أنا أتمنى أن يكون هذا التفاهم لن يكون مسعدا لكل الأطراف، لأننا يجب علينا أن نتذكر أن بعد قمة التجمعات الذي حصل في تونس لم يكن لدينا في هذا المجال الرقمي أي تفاهم مختلف. لذلك يجب أن نبحث عن حلول مشتركة، ولكن يجب أن بشكل واقعي ننظر وأن ننظر على التشاؤم أيضا. أنا أود أن أكون واقعية، أننا نسير بالاتجاه الصحيح، وأن جزء من كل واحد منا هو جزء من هذا التفاهم الرقمي العالمي، وأود أن يكون صوت كل منا مسموع. لذلك نحن في نصف الطريق، وأنا أود أن إلى كل من لا يريد أن ينجح هذا المشروع فليس علي ألا يتكلم في هذا الموضوع. أود أن أسأل عن الشيء التالي، بعد سماع كل هذه الأصوات أود أن أسأل ما هي التغيرات والتبدلات اللازمة حتى نصل إلى تقدم في مجال التعاون الرقمي بعد كل الجهود التي بذلت حتى الآن، أو في إطار ما يتم عمله الآن، أو بالرغم مما نفعله، هل يجب علينا أن نفعل شيء جيد؟ إلك السؤال لك بالدرجة الأولى، لك عفوا. لقد وصلت الميكروفون وسأجيب. ربما سأحاول الإجابة من منظورين. الأول، أننا نسمع أن مهم التعاون بين القطاع الخاص والعام. ليس هذا سهلا، ليس من السهل أن تنخرط الأجندات الحكومية بالتعاون مع الشركات الخاصة. إذن هنا مجموعات وأقاليم ممكن أن تستفيد من هذا التعاون، ولكن الوصول إلى منصة مشتركة للتعاون هو أهم شيء، خاصة وأننا نتحدث عن تعاون عليه أن ينفذ حلول محددة وضوابط محددة. هذا يتطلب تعاون ممثلي الحكومات المحلية، وهذا النقاش يتم بشكل عالمي وكوني. وبهذا الشكل أيضا نحن ندخل في هذه العملية. أما كما سمعنا فهناك تظهر شكوك عديدة، ولكن الحل بالنسبة مثلا الهوية الإلكترونية تخص كل الناس في العالم، فإذا لا يمكن أن نعمل بنجاح إذا كل بلد قام وحده برسم حلول خاصة. هنا يجب أن تكون الحلول كونية وعالمية. نحاول أن نعمل بهذا الشكل، بأن تنخرط كل المجموعات من المستخدمين في القطاع الخاص، من الوزارات محددة في كل دولة. إذن الآن
كل حل رقمي يجب أن يكون مصمم بشكل أن يكون هو يتم إعادته وقابل للإعادة وممكن استخدامه في عدة أماكن بشكل يعرف نتائجه ويتوقع نتائجه. إذن يجب أن نرغب المنظمات كي بشكل بانتظام تقوم بمراقبة خدمات الإنترنت ووسائل استخدامها. وأقول أعيد أن هذا الجهد يجب أن يكون متعدد المستويات. ما هي المراقبات اللي يمكن أن نستخدمها هنا لكي ينخرط كمية أكثر من الناس؟ وفي النهاية أقول أنني متأكدة أن أكبر نجاح يمكن الحصول عليه من الجهود المشتركة. لذلك موديل التعاون الرقمي بشكل كوني هو الشيء الذي يجب أن ندعمه بشكل عالمي. ونفس السؤال أوجهه لميلتون، لديك 3 دقائق. ما هي التغيرات التي نحتاج إليها لإسراع عملية التحول الرقمي؟ بعض الأمور يسهل الحديث حولها ويصعب تنفيذها، وهذا التعاون الرقمي يكون ممكنا بعد أن تصبح الدول الكبرى في العالم جاهزة للتعاون. نحن نتجنب النقاش حول ذلك ضمن فرق خبراء الأمم المتحدة، ولكن إن كان علينا أن نكون مستعدين للتعاون ف هذا يعني أنه يتوجب علينا أن نتخذ بعض الجهود السياسية والدبلوماسية، لأن الخدمات الرقمية تتعلق بالأمن السيبراني والعمل الاستخباري والتجسس في النت، فيجب أيضا ضمان الوصول إلى الإنترنت العريض النطاق، وهذا صعب نوعا ما، فيجب أن نركز على عمل السياسات. المثل الجيد هو مجال الأمن السيبراني الذي يتعلق بالتجارة بالشبكة، وأيضا هذا يتعلق بمثال شركة هواوي في الأمم المتحدة. علينا أن نفكر بإيجاد آليات مشتركة لكسب الثقة حول شبكة الجيل الخامس. لماذا الصين ليست لها الثقة للمنصات مثل جوجل وفيسبوك؟ لماذا الصين لا يسمح لدخول هؤلاء اللاعبين في أراضيها؟ لماذا الولايات المتحدة تشكك في وجود تيك توك في أراضيها؟ لماذا لا نستطيع أن نعزز التعاون في هذا المجال؟ أيضا فيما يخص حماية الخصوصية والخدمات العالمية، يمكن للولايات المتحدة وأوروبا والصين أن تعمل سوية على آلية حماية المستخدمين النهائي للإنترنت. والآن جاستن، ويبدو على أنني انضبطت بالوقت، وإنني كنت مهندسا قبل ذلك، وبالنسبة للمهندس دائما محرك النشاط هو إيجاد آلية لحل مشكلة معينة، فعلينا تعريف هذه المشاكل التي نحاول حلها. ما هي المشاكل التي نريد حلها ونواجهها؟ أنا مختص في التعاون الرقمي منذ عدد من السنوات الآن، فهذا التعاون الرقمي يعني شيئا مختلفا
لكل من الأطراف المنخرطة فيه، فربما علينا أن نتحدث لغة موحدة أو متحدة، ثم يصبح التعاون الرقمي يعني نفس الشيء بالنسبة لنا، فعلينا أن نشخص أولوياتنا كي لا نزيد هذا التعاون فراغا. وهذه اللغة المشتركة والموحدة التي نطبقها هذا شيء واحد، أيضا يجب أن نتوخى الاعتبارات المتحدة، ولا يمكن العثور على العصا السحرية، يجب أن يكون نهجنا طموحا، لأن التغيرات والتوقعات هي ملحة، ومن غير الواقع أن نتفق على وضع هيكلا موحدا للفضاء الانترنتي، فيجب ان يكون هذا النهج وهذه المقاربة اكثر اتزانا، ونتعلم الدروس من السنوات الماضية، وفي نفس الوقت نركز على المشاكل الملحة التي تحتاج إلى الحل العاجل. الكثير من أنشطة الأمم المتحدة هي أنشطة فاعلة بالفعل تساعد في إدراج أدوات جديدة في العمل الرقمي والتعاون الرقمي، ومن بين هذه الأدوات المنتدى الاي جي اف الرقمي، ونستطيع خلال هذه المنصة تبادل الآراء بشكل شمولي وعام، وأنا سعيد أن نتقابل هنا في الاي جي اف. والسؤال الأخير نوجهه لراؤول الشبارية، الأول ما الذي نحتاج إليه؟ إذا بشكل مشارك وضعنا أسس إدارة الإنترنت، لم نكن ندري بأن هذا الموضوع سيكون ابتكاريا وحدثا يضم المجتمع الدولي بشكله. الآن أصبحنا نتناقش ونبحث عن خطوة أخرى في مجال الابتكارات. إن منتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يكون رائدا لهذه العملية، وهو مهم كمنصة لتبادل تجارب، ولكن نحتاج إلى شيء آخر كما قال زملائي. يجب أن نصل إلى آليات تعطينا نتائج بمستوى أعلى، تسمح بمعالجة بشكل محدد الصعوبات الكبرى التي تواجهنا. فإذا هذه الآلية التي يمكن أن تكون هذه الحلول ملزمة للجميع، إذا لم تكن للجميع فأغلبية مستخدمين في هذا السوق. ففقط على هذا الأساس، هذا التعاون، يجب أن نحدد ونعرف الاحتياجات الضرورية. أعرف أن بعض الأشخاص ينظرون بشكل غير مقنع لمثل هذا التفاهم، ولكن قبل عدة أيام من إنشاء مثل هذا القمة في تونس تبين أن ممكن دائما الوصول إلى مستوى مشترك للتفاهم، وذلك عن طريق إذن هناك آليات تجعل عملنا أعظميا، ويشارك بذلك أغلبية المعنيين في الموضوع من أجل أن يكون هذا التأثير كونيا. إذن يجب أن يشارك وينخرط بهذا الفعل عدد أكبر من الناس،
أي الأمور المحبطة والمعقدة يجب أن نبسطها، بذلك نرغب المشاركة فيها. سوك، سأود أن أسألك، لست أدري هل كانت هناك على الشات أي تعليقات؟ طبعا مستمعينا يتفقون أنه يجب أن نضع، هناك سؤال على الشات، نستطيع الآن أن نعطي الصوت لهذه الشخص؟ هل هنا شخص على موجود على الصالة؟ نعم، الآن أراه، هو موجود معنا، فأرجو إعطائه الميكروفون. هذه ملاحظات مهمة بالنسبة للمشرفة، يعجبني النقاش حول الموضوع. لم أرى أحدا منكم توجه بكلامه إلى الشباب، وكأننا نضع هذه المجموعة في الخلف. أفريقيا هي مجتمع فتي، فأرجو أن تتجهوا بذلك إلى الشباب. هل هناك على مستوى الشباب شيء في مكتب الأمانة العامة؟ عندي أمل أنه رغم من أننا الموجودين لسنا في من ممثلي الجيل الشاب، ولكن سوف نحاول أن نجيب على هذا المطلب. هل تريدون أن تعلقوا على ذلك؟ أنا أود فقط أن أشكر على هذا السؤال. لسنا كبار بهذا الشكل كي لا، ولكن منذ فترة نهتم بهذه المواضيع، وأعتقد أنه علينا قبل كل شيء أن نقوم بإزاحة هذه الأحاديث الرسمية التي تروج لها الأمم المتحدة، ونقربها إلى مستوى من التجمعات الذين يستخدمون الحلول التي تستفيد من الإنترنت. لنتذكر أن إذا أردنا أن نظهر على قمة المنتدى الحوكمي، يجب أن يكون لدينا جواز سفر أو أن نستخدم شركات طيران، فإذا يجب أن يكون عندنا وصول إلى، حتى إن لم نكن بشكل جسدي وكنا بشكل عن طريق الإنترنت، يجب أن يكون عندنا أجهزة جيدة، وصول سريع. إذا نحن نريد أن نصل إلى تلك التجمعات التي ليس لديها إمكانية الوصول بعد إلى الإنترنت. إذا هي هذه التجمعات غير موصولة مع النظام الكوني للإنترنت، كيف يمكن لنا أن نجعل هذه التجمعات تنخرط في أعمالنا؟ من الضروري أن نسأل هذه المجموعات ما هي تطلعاتها؟ أن التغيرات التي نود عليها يجب أن لا تكون فقط منفذة في باريس وبرلين وغيرها، يجب أن تكون في تنزانيا، في بنغلاديش، في أماكن أخرى. فأظن أن السيد عندما يتحدث عن الشباب فهو يتعلم عن كل التجمعات التي هي بقيت على الهامش، لذلك أقول أن الصوت الجميع هو مهم، وحتى أولئك الذين لا يمكن أن يصلون إلينا هنا إلى منتدى حوكمة
الإنترنت. طبعا نحن نتحدث عن ذلك، ونحن منذ 10 سنوات نقول أنه يجب أن نقترب من أولئك الذين غير متصلين مع الشبكة الكونية. أعطي الآن الكلمة لجون بول. الإنترنت يجب أن يكون جهازا يتم بوصل الناس مع بعضهم، ولكن تبين أنه ليس دائما بهذا الشكل، فالوصول إليه هو هذه المشكلة الكبرى. كما أن المستخدم يجب عليه أن يدفع عن هذه الخدمة، ويجب أن نأخذ بالاعتبار قضايا الضوابط ليس فقط من المستوى العلوي، ولكن من مستوى القاعدة. إذن فليس لدينا ليس لدى هؤلاء دور فعال في هذا النقاش الذي يدور. إذن إن بناء هذه الطاقة هي من الأعمدة الرئيسية لمكتب الاقتصادي للأمم الأفريقي في الأمم المتحدة، فهو تعليم الناس الاستفادة، تشجيع الناس على إنشاء شركات صغيرة أو متوسطة، ولكن أيضا قضية الهوية الإلكترونية التي تحدثت عنها زميلتي أيضا نقوم بالترويج إليها لكي يكون للجميع إمكانية للخدمة. نقول أيضا عن الذكاء الاصطناعي والضوابط التي يجب على دول مثل أفريقيا في أفريقيا أن تستفيد أيضا من هذه الأشياء. أمير، رأيت أنك تريد أن تتكلم. Thank you very much, Madam Chair, for giving me the floor and this opportunity to share my comments. نعم بالفعل أنا سعيد أن أعلق على ما سمعناه هنا وأرحب بالجميع. اسمي أمير مكبري. وأتقدم إلى المشاركين في الجلسة بالسؤال الآتي: هل تعتقدون أن الترويج للثقة والترويج للإنترنت الآمن الموجه نحو التنمية يجب أن يكون يشكل أولوية؟ هذا ما يحتاجه العالم، وليس إبصار الإنترنت على أنه ميدان للمعركة والقتال. فربما المنظمات العاملة في الفضاء السيبراني والحكومات على كافة أصعدتها عليها التعاون في تحقيق هذا الهدف. وأقصد هنا أننا ربما نحتاج إلى إنشاء منظمة مدنية تنسيقية لما يحدث في الإنترنت، وهذا مقترحي. فسؤالي إذن: هل السادة السيدة والسادة المتحاورون بإمكانكم التعليق على هذا المقترح؟ كما أذكر مسألة هامة تخص الصفات وطبيعة الإنترنت. ما هو الإنترنت الجيد؟ نتحدث هنا عن التعاون الرقمي، ولكن ربما يجب أن أجاوب على السؤال عن ما هي مقررات الفضاء الرقمي. ما هو الفضاء الرقمي الذي نريده ونريد تعميمه في العالم؟ فنحن نحتاج إلى رؤية الإنترنت الجيدة والواضحة كي نصنع فضاء متمحورا حول التنمية السلمية. شكرا جزيلا. فكيف نعالج مسألة تنمية الاقتصاد الرقمي والتجارة فيما بين الدول في ما يخص خلق هذا الفضاء؟ ربما لكل الدول الأعضاء إمكانية المساهمة في إنشاء هذا الفضاء المدني تراقب التنمية الصحيحة للإنترنت. شكرا جزيلا على هذه التعليقات، فربما نعود إليها
فيما بعد. أنا عاجز عن تقديم الإجابة لأنها ملاحظات فلسفية جدا، فاسمحوا لي أن أمرها إلى نقطة أخرى لهذه الجلسة لأنه يجب علينا مداركة الوقت. وسؤالي الأخير للسادة هو عن كيفية التأقلم منتدى الـ IGF مع الواقع المتغير وإدراج الإصلاحات لتتبع التغيرات وتنمية التعاون الرقمي. ما الدور الذي يجب أن يلعبه منتدى حوكمة الإنترنت في تنسيق التعاون الدولي؟ ماريا فرانشيسكا سباسوليتانو، أرجو منك الانضباط الوقتي. في الجزء الثاني من نقاشنا ظهرت تعليقات شيقة، إذا فهمتها أن المقصود هو أنه يجب علينا أن نتمسك ببعض الأسس والوصول إلى صيغة مشتركة في عملية واحدة، إذا كانت هذه العملية غير مثالية ولكنها يجب أن نسعى لأن تكون كذلك. كما قالت نينا، هذه إجراءات قد تكون مملة ولكنها مهمة. شكرا على هذه التعليقات، وسمعت أيضا أن البعض أراد منا أن نكون خلال عملنا في الأمم المتحدة أن نكون محددين ونركز على ماذا نريد أن نصل إليه. من هنا أيضا أريد أن أعلق على هذا الموضوع، أن الأسس التي مبني عليها هذه الوثيقة هو أننا جميعا يمكننا أن ننفذ هذه الأسس من خلال عملنا المحدد. علينا أن نقوم بإدراج هذه الأمور عمليا، هذا هدف طموح يتطلب منا عمل شديد. أما من أجل دور منتدى حوكمة الإنترنت فهو له عدة أبعاد، فمن المحتمل أنه يجب أن تكون هذا المنتدى منصة ومنطقة للقاء، ومثلا من أجل تدقيق وفحص بعض الفعاليات مع التحالفات، مثلا هل يمكن إنفاذ هذه الحلول بشكل عملي؟ ما هي أيضا دور المنتدى بما يتعلق بالمطلب أن يتكيف مع إصلاحات؟ فمثل هذه التطلعات موجودة عند الشباب، إذن يجب التركيز على الأمور الهامة، وضع أفق زمني لتنفيذها. عن كل ذلك نستطيع أن نتكلم، وإذا من المفيد أن نعرف أن المنتديات المحلية والوطنية والإقليمية التي تجمع الشباب هي أيضا آلية جيدة تعمل ضمن منتدى حوكمة الإنترنت IGF. وأيضا عن طريق هذه الأدوات ممكن أن نوسع الوعي والطاقة في العالم التي تهتم بالقضايا التي نتحدث عنها. حاليا ننفذ عملية بناء عنصر جديد في هيكلية أي هو جلسة للقادة، وهو محور نستطيع من خلاله دعم هذه المجموعة الاستشارية، ودور هذا المحور سيكون هام جدا وهو محور أيضا مخصص للبرلمانيين لأن دورهم كبير في عملية صنع القرار، وهذا أكثر
الأبعاد التي تحدث. إذن يجب أن نحتاج إلى تمويل أيضا للمبادرات الجديدة كي يكون عملنا ظاهرا مرئيا للجميع من أجل أن تنخرط مع الأشخاص المعنيين أكثر في الموضوع معنا. إذن هذه المعلومات ستكون أيضا ستصل إلى مكتب الأمين العام لشؤون الإعلان والتعاون مع الإعلام. الشخص التالي، هل أتحدث أنا؟ لم أسمع، ولكنني أتمنى أن كنت أنا مقصودة وكان صوتي مكتوم. نعم، بالطبع منتدى حوكمة الإنترنت عبارة عن هيكل لا مثيل له بين غيرها من الوكالات الأممية الأخرى، فهذا المنتدى يخص النقاش والتحاور وليس تشكيل لوائح قانونية محددة. فيجب على منتديات الاي جي اف أن تخلق ظروفا وشروطا للحوار المفتوح والشمولي، وللأسف ليست دائما منتديات الاي جي اف تمتحن وتنجح في هذا الامتحان بشكل ناجح، ولكن رغم ذلك ليس تمثيلنا واسع بدرجة أن يشمل جميع الأطراف وأصحاب المصلحة. لذلك يجب أن نناقش هذه المواضيع في منتدى واسع وضامن كل تنوع الآراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والوسط الفني أو التكنولوجي، لأنهم كلهم أصحاب المصلحة الذين يكونوا مهتمين بالموضوع. نحن نريد العثور على الحل الوسط بين جميع الأطراف، أطراف المصلحة. هذا هو الحل الوسط طبعا الذي لا يطبق ثنا مباشرة في اللوائح القانونية، ولكن يساعد، والتنوع غير كافي إذن. وأشار أحد الأبحاث بأن من الضروري تحقيق 95% من الدول المختلفة كي يمكن من أجل تمكين تبني هذه التوصيات الناتجة عن مثل هذه القمة في بشكل لوائح قانونية أو تدابير أخرى. فعلى منتدى حوكمة الإنترنت أن يكون قمة رقمية تسمح لأصوات جميع أوساط المجتمعات، وهذا مهم للغاية، لأن خاصة أن ليس في كل الدول الأعضاء هذه الإمكانية موجودة. يجب إسماع الجميع، ونحتاج إلى مقاربة متعددة النطاق. نحتاج إلى دعم مالي بطبيعة الحال من أجل إتاحة الصوت أيضا للناشطين من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من الجنوب العالمي، منطقة الجنوب. ويجب أن نتحدث عن التنوع، أن الناشطون يجب إشراكهم أيضا في أعمالنا في هذا المنتدى. فيجب إلى اهتمام وانتباه عال لتلك المجتمعات التي يصعب عليها المشاركة في هذه المنتديات. هذا كله يمكننا من خلق سياسات ديمقراطية حقيقية ومفيدة لجميع أعضاء المجتمع الدولي. شكرا على هذه الملاحظات. أما الآن فأرجو من ميلتون تعليقه. في أي طريقة على اي جي اف أن يكون أكثر ابتكارية من أجل أن يتكيف مع التغيرات التي تحصل في أوقاتنا؟ علينا أن نعرف ما هو اي جي اف وما هو ليس اي جي اف. هو ليس نظام يصنع السياسة، هذا منتدى مفتوح ومنفتح على الجميع، وبشكل عام المشاركين فيه تستطيعون بشكل كبير أن يتعاونوا لإيجاد صيغة مشتركة وحلول مشتركة. إذن
هنا تلتقي ممثلي المجتمعات الدولية على هذا التعاون يعتمد على ثقافة على تعارف جيد وهذه أهم صفات ودور منتدى حوكمة الإنترنت. إذن فهو لا يمكن أن يكون أكبر مما هو عليه لأن هذه عندها لن يكون طريق للنجاح. فإذا هو لا يمكن أن يعوض عن منظمات أخرى. إذا ليس هذا منظمة تقوم بإنشاء قوانين جديدة. لذلك إن مثل هذه النظرة إليه قد تكون خطرا على تطور منتدى حوكمة الإنترنت. فإذا علينا بشجاعة أن نقول أن الأمور المثيرة للجدل التي تخص الإنترنت فإن المجلس الإدارة ما يسمى بماج يجب أن يكون منخرط عن طريق أشخاص أقل ولكن لديهم معرفة كافية بما يحصل فهم الأشخاص الذين بشكل عملي لديهم مؤهلات تجيب فيها عن الحوكمة العالمية للإنترنت. وكما قلت علينا أن بشجاعة يجب أن نتطرق للقضايا التي تتطلب انخراطا أكبر من قبل أكبر الدول وأكبر الشركات الكبيرة في العالم. وقيل لي أن هناك توتر يحصل أحيانا بين التنافس عن طريق بين الولايات المتحدة والصين. وأعتقد أنه نحن في إطار IGF يجب أن لا نخجل من طرح مثل هذه الأمور. يجب علينا أن نتحدث عن كل ما يقوم بالتنسيق بين الجميع. بنفس الوقت IGF ليس هو مجلس الأمن الدولي ولكن هو وكل ما يخرج عنه ليس لها صفة ملزمة. إذن يجب أن يكون منتدا منفتحا فيه تعم فيه الثقة. شكرا. بقي لنا وقت قليل. أود أن أسأل سوكيون هل هناك تعليقات حصلت على الزوم. بما أنه بقي لدينا عدة دقائق فأعطي الصوت أيضا الذين هم على الصالة يريدون التكلم. أولا سوكيو هل هناك تعليقات على الشات؟ لدينا 7 دقائق. أنا ظننت أن 4 فقط. بالطبع عندي سؤال فقط لأنريت كرئيسة ماج بأنها منخرطة في العمل من فترة طويلة. هل تسمعينني يا أنريت؟ نعم. نبحث عن الميكروفون لأنريت. سؤالي إذن لأنريت التي لها تجربة كبيرة في العمل كمسؤولة كزعيمة لمجلس الاستشاري، ما هي بالنسبة لرأيك؟ أنا أتفق مع كثير من البراهين التي تحدث عنها ميلتون وليس مع الجميع. أعتقد أن IGF هو منصة عظيمة للتعاون الدولي بالرغم من أننا لسنا جهازا تشريعيا ولكن هذه مجموعة من الناس تجمع الناشطين
ولديها قدرة كبيرة لاستخدامها. نحتاج إلى ناس ذوي مؤهلات كبيرة في موضوع اللامساواة والعدالة والوصول غير العادل للخدمات الرقمية. إذن قوة هذه القمة والمنتدى أنها مبادرات تأتي من تحت من القاعدة وتصل إلى صناع القرار من أجل إيجاد حلول لها. ونحن لدينا اتصال مع الناس الذين يعملون في الواقع. فإذا أنا لست ضد فكرة محور القادة، ولكن أعتقد أن هذا النظام البيئي لن يكون مجزأ. سوك يونغ، هل هناك أي أصوات أخرى على الشات أو هناك في القاعة؟ نعم، نعطي الصوت للأشخاص الحاضرين في كاتوفيتسا. هناك من يرفع يده في آخر القاعة، ثلاثة أشخاص أراهم، فتفضلوا. شكرا. أنا أتيت من سوريا، وفي هذا المجال الرقمي والآي سي تي أنا نشط منذ فترة ما. لا أريد الحديث عن سن سياسات جديدة، ولكن إذا ذكرتم أجندة تونس فربما حتى الآن نستطيع القول بأننا ما زلنا لا نعرف الهدف من هذه الأجندة أو الاتفاقية تونس. فهناك ازدواجية الفهم في هذه الوثيقة. قبل ذلك كنا نتحدث عن عالم الإنترنت على أنه عالم فني ومعزول عن حياتنا اليومية. وفي ذلك الوقت كنا نتحدث عن مسألة حوكمة الإنترنت باعتباره مجالا فنيا خالصا، وكنا نتحدث لغة مزدوجة للأسف، وبعض هذه المفاهيم دخلت في مباحثات وتداولات قمة الاي جي اف. ولدي بعض المخاوف ان الان واصبح الانترنت جزءا لا يتجزأ بكل جوانب حياتنا، فنحن نواجه الصعوبة التالية ان هاي القمة، قمة الاي جي اف، بدأت تستخدم بعض المفاهيم غير الواضحة ويسود الغموض، ويصعب علينا تتبع التوصيات الناتجة عن هذه التداولات. ويبدو لي، وأتمنى أنني كنت قد عبرت عن نفسي بهذه الملاحظة بشكل واضح، أن الدول يبدو لي أن الدول الصغيرة، نحن نفقد الدول الصغيرة وصوتها غير مسموع وممثل بشكل متناسب. أثناء اليوم الأول، يوم الصفر، كان نائب الأمين العام يتحدث عن التعاون الممتاز الذي أدى به جائحة كورونا. وأنا أتمنى من نفسي أن الخدمات الجديدة والتعاون الرقمي سوف تجد انعكاسات إيجابية وملموسة من الحلول المتاحة للجميع، لأن لو اتبعنا هذا الطريق القديم وحتى الآن فسيبقى توزيع هذه الخيرات الرقمية غير عادل ومنصف، وليس لا يوجد فرصة لكل دولة أن تساهم بشكل متساوي. شكرا على هذا التعليق. وشخص جديد. أرحب بكم جميعا.
So I want to. اسمي يالو ألهان. It's the first time I'm coming to IGF. هذه أول مرة خلال هذا المنتدى. أخذ الصوت ومنذ فترة وجودي راقبت شيئا وشاركت بعدة جلسات ومحاور. أولا أن المحاور كلها هي باللغة الإنجليزية، فعندي اقتراح أن نأخذ بالاعتبار أن ليس الجميع يتكلمون بالإنجليزية. كنت في مؤتمرات عديدة في العالم وهناك كانت ترجمات، وأود أن تكون هناك ترجمة أيضا عن طريق هذا المنتدى، وأتمنى أن يكون للجميع لهم وصول بهذه. هذا الصالة ليست مليئة، ربما الجميع لديهم أتنى. كما لاحظ السيد أن من في خلف الصالة توجد غرف للمترجمين، وهناك لدى كل شخص إمكانية أن يحصل على ذلك. استخدم هذه الإمكانية من أجل أن تسمع المترجمين. لدينا شخص ثالث في مجال الوطني، أيضا يوجد منتدى حوكمة للإنترنت. نحن لدينا نستطيع أن ننظم منتدى باللغات الوطنية بأي لغة نريد أن نستخدمها. نحن في كل مكان هي باللغة الوطنية. أنا أعمل للجزء الأوكراني للراديو البولندي. لم نتحدث عن الإقصاء الرقمي، ولكن عندنا سؤال: هل يمكننا أن نتوقع أنه في يوم من الأيام أن الصين ستسمح بشكل عادي، تسمح لسكانها لاستخدام الفيسبوك أو التيك توك وغيرها؟ هل نستطيع أن نتعاون مع الصين بشكل طبيعي وعادي؟ شكراً على هذا السؤال. لا أدري إن كان أحد منا لديه صلاحيات للإجابة. عندنا هذا كان سؤال للسيد ميلتون أميليرا، لأنني نسيت عن أن أقول ذلك. أعتقد أن هل أن الصين ستفتح اقتصادها؟ أعتقد لا أعتقد ذلك، أن هناك توجه الآن مختلف وهذا مثير للقلق. إذا نحن نراقب في الصين أن انفتاح شديد أو انغلاق شديد، لذلك الآن حاليا هذه هي دورات يجب علينا أن نقول بنزاهة أن الولايات المتحدة أيضا هي على هذه المرحلة، وخاصة تبينت على بوجود إدارة ترامب. أي عندما نقول عن التعاون الرقمي فيجب أن نتحدث عن اللقاء والعلاقات بين هذين الإمبراطوريتين في العالم. إذن أنا للأسف لن أقول بشكل متفائل أن ليس أن بقية العالم ليست مهمة، ولكن أن هذا التجمع الأمريكي والتجمع الصيني بتصرفاتهم يؤثرون على بقية العالم. لذلك أتمنى أن تقوم أمريكا وأوروبا والصين بتعاون من أن يكون وصول هذه المعلومات الرقمية حر ومشترك، وأن تقوم هذه البلوكات الدولية بالانفتاح الكلي. وأعتقد أن منتدى الحوكمة العالمي يجب أن يهتم بهذه القضايا، ونحن كما قلت أن لن من غير الواقع أن نصبح مؤثراً
كبيرا في العالم يقوم بحل المشاكل بين هاتين الدولتين العظميتين. عفوا، أريد أن أشكر الجميع وكل المشاركين وكل المتحاورين، وأريد أن أقول أنني سعيدة جدا بأن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يراقب هذا المنتدى، وأعلن انتهاء الجلسة.